بودكاست الفكرة وفكرة مع الأستاذ حكمة بعيني على راديو الرابعة. هناك شخصيات مهمة في الحياة، منها من هو القائد، ومنها من هو البطل، ومنها من هو المناضل والحكيم والوسيط وحلال العقد، وغيرها من الشخصيات الفاعلة والفذة في الحياة. فكرة اليوم ستتكلم عن البطل. من هو البطل؟ ولماذا لدينا أبطال في الحياة؟ البطل هو قائد بالفطرة، هو شخص مفعم بالكاريزما والعاطفة وحب الناس وحب الأرض وحب الوطن. البطل عادة قادر على إنجاز ما لا تستطيع عامة الناس من إنجازه. لديه طاقة كبيرة على التضحية والعطاء والفوز والانتصار. دائما ينتصر للحق ويدافع عن القيم ويساعد الناس في أصعب الظروف. هذا الشخص إنه الشخص المستعد لمواجهة كل الصعاب، حتى حدود التضحية بالنفس من أجل الآخرين، ولا سيما مصالح الناس وحق الناس ومصالح المجتمع، أو أحيانا من أجل الدفاع عن قيمه الخاصة ومعتقداته الشخصية. لذلك يتحول عادة إلى شخصية المنقذ، أو يصبح رمز من رموز البطولة. ولكن لماذا نكتب عن الأبطال ونتحدث عن البطولات وننتج الأفلام الوثائقية اللي بتأرخ إنجازات الأبطال؟ لماذا كل ذلك وما هي الغاية؟ الجواب بسيط جدا، ألا وهو أن البطل موجود فينا. نحن كل إنسان فينا في بطل بداخله، ويعيش هذا البطل في عقول الناس وقلوب الناس ومعتقداتهم. كل واحد منا هو بطل، ولكن ليس كل واحد منا قادر أن يكون بطلا أو عنده الجرأة أن يكون بطلا. نعم، البطولة تحتاج إلى القدرة والجرأة، فكل واحد منا هو بطل مع وقف التنفيذ. والبطولة لا تتحقق في الأحلام بل في الأفعال. كن قادرا أولا، كن جريئا أولا، وكن بطلا. انتهت الفكرة. هذه الحلقة مقتبسة من كتاب الفكرة وفكرة.